ربما للوهلة الأولى تظن أن هذا المشهد من برلين أو ستالينغراد بعيد الحرب العالمية الثانية، أو تظنها لعبة من ألعاب الرعب التي يتنافس مصمموها بحجم الدمار فيها. لكن بمشهد آخر بنفس الشارع قبل عدة شهور تستطيع أن تعرف الذنب الذي اقترفته هذه المدينة. هذه المظاهرة في نفس الحي قبل اقتحام مدينة حمص بفترة وجيزة. ليست جبهات القتال في حمص جبهات قتال عادية، فهي بالمعنى الحرفي للكلمة يدافع فيها أهل حمص عن بيوتهم وأعراضهم في وجه آلات قتال ثقيلة لم تصمم حتى لاقتحام المدن، أصبحت تقتحمها جيئة وذهابا كلما على صوت أهلها. أنا هون، هذا بيتي، احترق، دمرت العصابات الأسدية، ولسه بعد كل هالشيء ما بتون يعني احمل البارودي؟ ما بدي دافع عن حالي؟ ما بدي دافع عن شرفي؟ ما بدي دافع عن عرضي؟ ليك شو عمل بالبلد؟ ولخوفهم على حياتنا سمح لنا الثوار على مضض بمرافقتهم لنقاط قلما يتوقف القصف فيها. لا تستطيع هنا كما هو الحال في ألعاب البلاي ستيشن أن تفسر شيئا مما حولك، يعجز كل منطق عن تفسير ما يجري. تشعر بهول الحرب من حجم الخراب الحاصل إن كانت تصلح تسميتها أساسا بالحرب. لن يسعفك المنطق ذا نفسه بتفسير أسباب الصمود لهؤلاء الثوار، لكن هذا المقاتل الشاب يقدم تفسيرا بليغا عن عفويته. نحن نعرف أن كل العالم واقفين ضدنا، والحرب علينا قائمة من كل جميع دول العالم، بس الحمد لله رب العالمين صاب صمودنا وقفتنا هاي، واللي لحد هلا ما حدا بيعرفه أنه رب العالمين واقف معنا، والحمد لله نصر آتن بإذن الله. ليك بهاي عم نقاتل وعم نحارب صواريخ هاوين. ربما كون هذه الحرب داخل المدينة جعل عنان ومود يصفونها بالحرب الأهلية، لكن نعود لنسأل المسؤولان الأمميان، هل الحرب الأهلية تجري بين حاكم معتد يملك كل أنواع الأسلحة الثقيلة ومدعوم من دول وجهات عالمية، وبين شباب صغار يقاتلون بأسلحة فردية خفيفة؟ على الرغم من ذلك نجد عند هؤلاء ثقة بالنصر لو علمها أعداءهم لقاتلوهم عليها. أبو حمزة الحمصي، جورج شياح.